الثقة. إن سألتني ما الثقة ولما الحاجة إليها تعتبر مطلبا في كل آن ومقصد، ولما بنيت العلاقات عليها وبها استقرت الثقة، يا صديقي أن أمشي مطمئنا وخلفي لا أتلفت، أن ألوذ بداري هانئا ومن بابي لا أتوجس، أن أصافح يديك فأغمض عيني غافيا مطمئنا ولا توقظني بطعنة خنجر. أن أبوح لك بما أهمني فلا أجد نوافذ صدري مشرعة وقد أحلتها لغيرك مداسا ومعبر. هي الثقة وجوهرها الوفاء، نعمة خص الله بها قلوبا نقية بيضاء نظيفة صفية، تحيا هياكلها على الأرض لكن روحها متصلة بالسماء. عهد الله الموثوق وعهدته بين البشر، زرعها في مباني القلوب، علنا بها نتآلف ونتسالم ونتصادق وننعم. أولها الثقة بالله واليقين به وبأنه وحده بولائنا وحبنا أجدر، ثم بأنفسنا وبما أوثقها وأعطاها من فيض القدرة والاستطاعة والتألق في إعمار الأرض بالخير فتصلح الأرض ونصلح، ثم بعباده وخلقه لننعم بالسلام والهنا ونفلح. لولا الثقة بالله ما أحسن العمل ولا تسلحنا بالأمل ولا حلمنا بالجنة، ثم إن الثقة بالله أزكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل. إن الحياة مليئة بالظروف والأحداث والمواقف التي من خلالها نتعرف على معادن الآخرين ومكانتنا عندهم. ما أجمل الثقة بالنفس حين تتجمل بالموضوعية والمنطق وتبتعد حد الهروب عن الاعتداد وفقد التوازن والغرور، وحين لا تقبع بحفر العجز والوهم فتقعد صاحبها مهموماً مهزوم. لا تأتي الثقة بالنفس من خلال كونك دوماً على حق، بل من خلال كونك غير خائف من أن تكون على خطأ. فإن منحتها كان الأجدر بك أن تصون، وإن منحتها أنت كان الأجدر بك أن تتدبر وتتخير. العلاقات البشرية لا تبنى إلا على الثقة، ولكن بناؤها على أسس عاطفية فقط هو وهن وسوء تقدير. روحك لا تقبضها ونفسك لا تبسطها فتجلس مذموما كثيرا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم موجها ومرشدا ومنيرا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فتمهل أين تضع ثقتك وتخير، فإذا ما خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت، فاختبر ثم تخير. قيل عند الشدائد تعرف الإخوان، والذهب لا يعرف معدنه بدون نار. هي الحياة تختبرك فقد تتعرض فيها لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. قيل الثقة كقصر من الرمل يصعب تكوينه، ولكن ما أهون وأسهل وأسرع تدميره، ما أصعب وأقسى وأشد إعادة بنائه. فكن على حذر، كل شيء غير الله محكوم أن يتغير ويتبدل، فمن أراد أن يخطو بثقة عليه أن يخطو ببطء، وتعلم أن الأصدقاء والإخوان بالمواقف وليس بالسنين، حقيقة ستدركها يوما ما عاجلا أو بعد حين. روعة العلاقات المميزة لا تكمن في وجود شخص يساعدك أو يحاول التخفيف عنك وقت الشدة، بل شخص يلهمك بثقته فيك وإيمانه بك. من دونه لن تشعر أبداً بطعم الحياة الحلوة. وإياك والندم، لا تندم على نية صادقة منحت ذات يوم لأحد فلم يقدرها، بل افتخر أنك كنت وما زلت إنساناً يحمل قلباً من ذهب. ليس كل وجع انكسار ونهاية، ربما كان الوجع نقطة لبداية. فأحياناً نحتاج إلى صفعة قوية ومؤلمة لنستيقظ من أوهامنا. فالمؤمن كيس فطن، لكنه لا يلدغ من جحر مرتين.
ما أحسن أن نتخير ونتدبر، إن أصعب وأقسى ألم قد تصاب به هو من الذين نحبهم ونثق بهم ولم نتوقع منهم يوما ما أن يطعنوا بنا ويؤلموننا. قيل في العبر: عندما أصابت الرصاصة قلبي لم أمت، لكنني مت لما رأيت مطلقها. تفقد تعلقات قلبك، فأكثر ما أتعبك وأرهقك وشتتك وبعثرك أنك سلمت قلبك لمخلوق مثلك. فصحح وجهتك ليسترد قلبك عافيته. إذا رأيت شخصا يسامحك كثيرا فاعلم أنه يحترمك لدرجة كبيرة ولا يريد أن يخسرك. لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وعشها في شكره فستجد كل ما فيها جميل. طاب بالصدق محياكم وبالثقة تعمر نفوسكم وطبتم وطاب الأثر.